المشكل بالنسبه لنا هو ان منخرط بتعاونيه المختص خصوصي السكنيه الكائنه بحي الحسني. انخرطت انا بهذه التعاونيه على اساس الاستفاده من الشقه، وقد تم تحديد المساهمه ديال المتعاونين من طرف مكتب الهندسه في مبلغ 2673.48 على اساس كلفه بناء ب 19 مليون و981 الف درهم، وبيع المحلات التجاريه العائده للتعاونيه ب 9 مليون و250 الف درهم. في حين ان التعاقدات التي اللي كانت يعني مع الشركات اللي رصات على الصفقات كانت في حدود ديال 18 مليون و800 الف درهم، والبيع ديال المحلات التجاريه ب 16 مليون تقريبا 15 مليون و815 الف درهم. بمعنى كان هنا واحد الفائض ديال 760 مليون درهم، وهذا هذا الفوائد كلها كان بالنسبه لامين المال ولا رئيس التعاونيه وبعض اعضاء المكتب المسير يبشرون بها يعني الناس على اساس غادي يكون هنا فوائد في اخر المشروع وسيتم توزيع على الغريب. هذا بالنسبه في اطوار ديال البناء، وهذا وهو البناء بدا في 2000 في شهر 10 2004 وما عمره يعني بالنسبه لهاد الناس ما عمره ما عقدوا شي جمع عام نهائيا، يعني باش يعطيو الناس اشنو كاين. وكنا حنا يعني اعضاء في المكتب، حنا المجموعه يعني داخل المكتب نطالب يعني بعقد جمع عام باش الناس تطالع على فين وصل الامور وفين غادي هذا. فكانت يعني جميع الطلبات ديالنا يعني تجابه يعني برا بتجاهل نهائيا. وهو وهنا اضطرينا يعني باش نمشيو للخدمات لاحد المحامين ديال في الدار البيضاء اللي وجه واحد الانذار للرئيس. فعلا يعني تمت الدعوه الى عقد جمع عام، وكان هذا في 12/2/2011، يعني من 2004 ل 2011 ما عمره كان شي جمع عام نهائيا. القرار وهو بالنسبه اول حاجه كاين بالنسبه لهنا التعاونيه هي حصلت على رخصه السكن في 1/12/2009، ولم نعلم بهذا الامر الا في سنه 2013 حنا كمتضررين، لان عندنا هذه المساله هذه ديال هذا. وحنا دابا دخلنا على ذاك دخلنا بالنسبه انا كنتكلم على الاطراف المتضرره اللي رافع رافعه قضيه للمحكمه. حنا في حدود حنا تقريبا 10 ديال الناس، فيعني حنا بالنسبه لنا كنا منعنا منعا باتا من يعني من الاستفاده من الماء والكهرباء، يعني وتم الاستفاده الا بتقديم شكاوى الى القضاء، هو اللي عطانا ترخيص يعني باش ندخلوا الماء والضوء. ان بالنسبه لهذاك يعني التكلفه الاجماليه ديال المشروع بجميع المصاريف ديالها لا تتعدى 25 مليون درهم، والمداخل ديال التعاونيه او المبالغ اللي تم صرفها لغايه تاريخيه يعني تناهز 31 مليون درهم، 6 مليون زيده، ولم يتم تفريد هذا، مازالوا كيطالبوا مع اش كيطالبوا الله اعلم. الملف ديالنا كنا كندفعوا وثائق وكانوا كيرفضوا يتسلموها منا، حتى اتصلت في ولايه الامن، حتى اتصلت بالرئيس ديال المصلحه، هو اللي دخل الله يبارك فيه فرد على هذا الضابطه القضائيه ان تسلم من عندنا الوثائق وتستمع لينا. الملف كان مشى للحفظ وخرجناه، وقف معنا حتى مشات الامور بخير في ولايه الامن. بعد ملي وصلنا للمحكمه لقينا صعوبات مع قاضي التحقيق، انا طرف مدني ما تمش الاستماع الي لحد الان، حتى والملف مشى الجلسة يعني التحقيق تغلق، التحقيق سالة والملف تغلق وتحال على إدارة المتابعة وتحال على الجلسة. هنايا اضطريت أنني نمشي عند النيابة العامة ونحكي لي هذا الشيء، كيفاش هذا الملف أنا طرف مدني أساسي فيه وكيتحال على الجلسة بدون الاستماع إليا. فرجعني على أساس ندير تمديد دائرة المتهمين، لان حنا كنا تابعنا في الاول غير الرئيس وامين المال. من بعد ملي لقينا التورط ديال الشركات المساهمه والمقاولات الى اخره، فدرنا تمديد دائره المتهمين، ولكن رفض لنا قاضي التحقيق اننا نديروها. سيري ديري دعوه اخرى، قلت لي ابدا
واخا يتعطل 10 سنين انا بغيت كل شيء يمشي في هذه الجلسه، لان غيديروا لي سبقيه البث الا ما درت ما درتش هذه القضيه. المهم دارت الادانه تحل على الجلسه، فاذا به في الجلسه تسمعوا لنا الى اخره، الملف كان جاهز خاصهم يستمعوا للطرف الضانين، يستمعوا ليه ويواجه يجاوب على الاتهامات ديالنا. حنا عندنا خبره ماشي حنا اللي طلبناها، قاضي التحقيق اللي طلبها، الخبره تثبت، الخبره التقنيه تثبت الخروقات كامله، بالعكس خرجت اشياء حنا ما وصلناش لها وصلت لها هي. ثانيا الخبره الماليه رفض هو يعطي تقرير، ما دارش تقرير ديال الخبره، دارت مذكره، لان امين المال والرئيس رفضوا انهم يعطيوا الوثائق، ما بغاوش يعطيوا الوثائق الماليه. يعني الخبير اللي عينه قاضي التحقيق تيقول في المذكره ديالو ان هاد الناس عندهم ثلاثه ديال المحاسبات، كيف انه مشروع واحد عنده ثلاثه المحاسبات، اللي بغى شي بغى يطلب شي محاسبه كيعطيوها له. هذا كاين في التقرير في المذكره الجوابيه ديال هذا الخبير المالي. في الجلسه كنتفاجئوا في صعوبه اكثر وتماطل من 2017 والملف في الجلسه. لا الان اللي كنتفاجئوا فيه في الجلسه ان القاضي، حنا كنعطيو وثائق، حنا اطر كنعرفوا نهضروا كنفهموا في الصفقات، كنفهموا في كل شيء، وعندنا وثائق يعني منطلقين من اشياء واقعيه وموجوده. فاذا به في الجلسه ملي كنطالبوا بالمحضر، طريقتنا الخاصه حصلنا على محضره الجلسه كان شي انسان امي ما قاريش، ماشي ما كيفهمش قاري وما كيفهمش في الصفقات وما كيفهمش في التسيير وما كيفهمش هذا. انا رئيسه ديال تعاونيه سكنيه وكنت كاتبه عامه في هذه التعاونيه هذه، يعني عندنا درايه. الاخ الاستاذ المتوكيل مدير في بنك كبيره، اذا عارفين. فاذا بحنا كنعطيوك وثائق، كنعطيو القاضي وثائق وكنعطيوه دلائل وكنوضحوا بفمنا، فاذا به ملي كنلقاو المحضر كان شي واحد امي كيهضر. واش المحكمه هي متواطئه؟ احنا الوكيل الملك تيقول لنا كل وقاضي تحقيق كل من ثبت تورطه في هذه التعاونيه خصنا نجروه. واش نجروه حتى الجلسه؟ نجروا حتى القضاه في الجلسه؟ بزاف هذا الشيء. المحضر الكلام اللي كنقولوا حنا نهائيا، اذا هذا تزوير، هذا كنقول انا تزوير في المحضر ديال الجلسه. اذا خصنا نجيبوا مفوض قضائي بدا يحضر معنا الجلسات في المحكمه.